هولندا تمكنت من التأهل لدور الثمانية بعد الفوز على أمريكا بثلاث أهداف مقابل هدف. دي ربما النتيجة اللي كلكم سمعتوها، لكن فاتك كتير لو ما تفرجتش على دوم فرايز الباك اليمين النهاردة لهولندا واللي عمله في التسعين دقيقة. واحدة من أحلى مباريات دبابة هولندا. دوم فرايز لاعب انتر ميلان والفول باك الايمن للمنتخب الهولندي اللي النهارده تخطى كل التوقعات وفاق في وجهة نظري حتى مستواه اللي بيقدمه مع الانتر في الدوري الايطالي. دوم فرايز النهارده عمل مباراه من افضل المباريات في تاريخه، وقدر النهارده يعمل 2 اسيست وكمان يحرز الهدف الثالث في المباراه ولا اروع من الفول باك الايمن. منتخب الهولندي النهارده فان خال عملوا مباراه اقتصاديه بحته، لعبوا 3-5-2 زي ما الكتاب بيقول قدام 4-3-3 للمنتخب الامريكي. بوليسيتش النجم الامريكي ونجم البلوز تشيلسي ما كان متأيد تماما النهارده ومعمول عليه كماشه، مش عارف يلاقي اي مخرج. دست الفول باك اليمين لميلان والمنتخب الامريكي، وروبنسون برضو الفول باك الايسر لفولهام والمنتخب الامريكي كانوا عاجزين تماما في اختراق الدفاع الهولندي. فان خال طبعا ما بيغيرش طريقه لعبه من زمان، 3-3-5-2 3-4-1-1 سميها زي ما تسميها، يعني 3-4-1-2 كل واحد يسميها زي ما هو عايز يسميها. لكن في الاخر الثلاث مدافعين اللي ورا تيمبر فان دايك وناتان اكي فعلا عاملين يعني حائط صد فظيع محدش بيعرف يعدي. هتكلم النهارده على دومفريز واللي عمله طبعا طاير طول الوقت، وتيمبر واقف ورا حامي الجبهه بتاعته، فبالتالي واخد حريه في الهجوم. و اي فول باك او اي لاعب تلانسن او مانفيس ديباي لما بيخشوا في الحته دي على طول بيسيبوا المساحه لدومفريز هو اللي يجري. دومفريز النهارده عمل تاكتيك واضح ان هو متفق عليه مع فان خال بشكل واضح جدا جدا، ان هو ياخد الخط ده كله ويحاول يوصل للمنطقه دي ويجر المنتخب الامريكي اللي مصيده واضحه جدا. هم كلهم يبداوا يرجعوا ويعتقدوا ان المنتخب الهولندي هيبدا يلعب على الكرات العرضيه العاليه. ده ما كانش بيحصل. المنتخب الامريكي النهارده اتضحك عليه مرتين في الشوط الاول بنفس اللعبه. دومفريز بياخد المساحه دي كلها، وانس انه وصل بالكوره للمرحله دي يعمل الباك باس للقادمون من الخلف. حصلت مرتين، المره الاولى مع مانفيس ديباي وقدر يجيب هدف التقدم، والمره الثانيه مع دالي بلاند الفول باك الايسر وقدر يجيب الجون التالي. الجونين كوبي وبيست فعليا من بعض، وده بسبب مين؟ بسبب دومفريز. عمل مباراه رائعه بكل امانه، وقدر بشكل مميز ان هو يساعد فرقته ان هم يتقدموا 2-0 في الشوط الاول بتكتيك واحد. وبي هولندا جابت الجون الاول زون ديفنس وشكرا، اعمل سابوا الكره تماما لامريكا في نص الملعب، اطلع بيها اعمل بيها اللي انت عايزه. وانس انك بتعدي نص الملعب صعب جدا 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 ان انت توصل للمرمى الهولندي. الشوط الثاني ربما المنتخب الامريكي والبديل رايت قدر ان هو يجيب هدف التعادل من كره بصراحه طايشه شويه. الجون شكله حلو، هو شكله جايبه بالكعب بس الكره طايشه شويه، لكن شوف برده دوم فرايز قدر ان هو يجيب الهدف الثالث في الدقائق او العشر دقائق الاخيره بعد ما هو بقى اللي هو ساندو او ساعد بيه لزمايله، هم ساعدوه بيه لما لعبوا له الكوره وهو جاري من ورا الدفاع الامريكي واخد المساحه الفاضيه في الشوط الثاني. الجون دخل قاعد يتسرسب داخل منطقه الجزاء لغايه لما لقى المساحه الفاضيه، الكوره جات له عرضيه وقدر يحطها فيرست تايم في المرمى الامريكي عشان يقضي على امال امريكا تماما في المباراه. مباراه نجمها الاوحد والاول دوم فرايز الفول باك اليمين. لازم تشوف ملخص المباراه على اليوتيوب وتشوفوا الراجل ده عمل ايه النهارده. واحده من احلى المباريات. وان مان شو النهارده فعلا قدر يعمله الباك اليمين نادي انتر ومنتخب هولندي ويساعد منتخب بلاده في التاهل. هنشوف في وجهه نظري دور الثمانية ناري ما بين المنتخب الهولندي اللي اتاكد صعوده خلاص والمنتخب الارجنتيني. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.